معانا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو. ازيك يا استاذ عمرو؟ كان لكم بعض المطالبات لدعم ما يحدث في غزه من خلال مباراه الاهلي اللي هتبقى مع سيمبا. هو عايز اقول حاجه يا استاذ عمرو، من وقت ما بدات الاحداث المؤسفه دي اللي كلنا حزنانين، يعني مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ما تواناش على كل الاشكال اللي هي بتدي رساله لدعم القضيه الفلسطينيه، وده طبعا طبيعي لان انطلاقا من موقف مصر الثابت تاريخيا تجاه القضيه الفلسطينيه، يعني كلنا كده يعني طول عمرنا. حصل ان النادي الاهلي كمجلس اداره خلال الاسبوع اللي فات اصدر كم قرار في عز الاحداث. اوقفنا البث على كل المنصات لمده حوالي 4 أيام تقريبا. قناه الاهلي نفس الحكايه. وانا كنت رئيس باتا في تنزانيا، كابتن محمود الخطيب بالاشتراك مع مجلس اداره الاهلي كان في قرار ان الشارات السوداء لكل الالعاب في النادي لكل الفرق يلبسوها. حتى كان بيتابع معايا كابتن محمود الخطيب واحنا في تنزانيا ان اللعيبه تلعب، احنا عندنا لبس احتياطي اسود يعني تلعب باللبس الاسود. فكل ده مشاركات طبعا على قدر الامكان للقضيه الفلسطينيه والعدوان اللي بيحصل على اهلنا في غزه. بالنسبه للماتش الجاي ان شاء الله يوم الثلاث، الساعه اللي توافق عليها 30,000، قررنا تخصيص كمجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن خطيب تخصيص دخل المباراه بالكامل لاهل فلسطين. وكمان مشكورا وزاره الصحه بعتنا لها ووافقت على تخصيص 6 عربيات قدام الاستاد للتبرع للدم بالدم. وفي نفس الوقت ان شاء الله يوم الخميس الجاي هيبقى في الاربع المقر الرئيسي والثلاث فروع بتوعنا بتوع النادي هيبقى برضو في عربيات سيارات واقفة قدامهم علشان تبرع الدم، وده أقل حاجة ممكن يتم تقديمها طبعا. أستاذ طارق قنديل، سمعنا أن أنتوا ناويين تروحوا تباركوا لنادي الزمالك ويبقى في زيارة لنادي الزمالك ودي حاجة هتبقى تاريخية، هل هذا الخبر صحيح؟ بص، هقول لحضرتك مبدئيا العلاقات بين الأهلي والزمالك طول عمرها كانت علاقات طويلة، دول قطبي الرياضة المصرية. لا مش طول عمرها. ما انا هكمل لحضرتك. فيما عدا فتره معينه احنا كلنا عارفينها مش عايزين نتطرق بيها، خلاص يعني صفحه واتقفلت ان شاء الله ما تعودش تاني يعني. واحنا طول الفتره دي ما تخليناش عن لياقتنا كتعامل مع رموز نادي الزمالك. احنا مره في شهر رمضان كان كابتن خطيب عمل عزومه فطار لرموز الزمالك، كابتن حسن شحاته وكابتن علي خليل وغيره، فالرموز التاريخيين لنا علاقه بيهم على طول. النادي الاهلي اصدر على طول بيان مباركه لمجلس اداره النادي الزمالك الجديد بقياده الكابتن حسين لبيب ولاعضاء المجلس، حاجه مفرحه وربنا يوفقهم يا رب. والتعاون ده نتمناه بكل الانديه لصالح الرياضه المصريه. استاذ عمرو، طول عمرنا بنهرج الاهلي والزمالك وبهارات لذيذه وجميله وما بنخرجش عن النص. طول عمر القصه بتبقى حتى في الحاجات المداعبات بتبقى شيك ولذيذه وجميله، وده البهارات الكره يعني. هتزوروا نادي الزمالك ولا لا؟ ان شاء الله كابتن محمود الخطيب، بس لظروف مرضيه مش عارف حاجه. عارف كابتن محمود كان تعرض يعني وقع وهو في معسكر النمسا وكان في كم من الغرز حوالي 18 غرزه تقريبا ولابس رقبه عشان الفقرات في ظهره فيها حاجه، فكان في فرنسا ورجع برضه عمل مجهود واجتماعات جوه النادي وراح على الامارات لان في برنامج تستشفى كده بداوا هناك. ان شاء الله مجرد ما دي ان شاء الله هيبقى طبيعي طبعا يعني ما كابتن محمود الخطيب يرجع بالسلامه. ما بقول لحضرتك يعني مبدئيا على طول المباركه وصلت لنادي الزمالك وباركنا. طب وانتوا رايحين كده طبعاً شنطه صغيره فيها فلوس كهرباء؟ بص يا استاذ عمرو، المواضيع دي انا ما اتفرجش ليها، انت عارف انا بروح النادي الاهلي. شنطه صغننه كده من الامور الفنيه يا عم، بناخد شيكات او كريدت كارد اللي ما بندخلش فيها يعني. فان شاء الله يا رب يبقى التعاون دايما بين الاهلي والزمالك وكل الانديه. انت مش لما تيجي تزور حد بتاخد له معاك هديه؟ احنا مش عايزين شوكولاته،
احنا عايزين الفلوس بتاعت كهربا تجيبها معاك وانت جاي كده عشان النادي بعافيه شويه، محتاج قرشين برضه. وانا في تنزانيا الجمهور كان مالي المدرج، وفي نفس الوقت بعد الماتش قمه الروح الرياضيه ولا اي حاجه، فاللي هو الواحد خلاص بقى يشوفه دي الرياضه بمعناها السامي. دلوقتي حاليا كلنا بيطغى علينا ايه الحفاظ على اهلنا في فلسطين وعلى مصر. عايز اقول لك واحنا في البعثه كم الحزن اللي البعثه كلها فيه جامد جدا مع اجواء المباراه، ان في التزام اللعيبه تلعب ماتش وواجب. فان شاء الله بس يا رب الغمه دي كلها تزوح، ان شاء الله الغمه دي تزوح وكله يبقى تمام وتدفعوا فلوس كهرباء. شكرا استاذ طارق قنديل، شكرا لك.